إلى طفل من ميسان أصيبه الآخر بمسمار أثناء العمل، وبعد نقله إلى مستشفى الصدر في البصرة كان بحاجة إلى إبرة كزاز، ونتيجة عدم توفرها في المحافظة تسمم جسمه بالكامل، والآن للأسف كما يقول النشطاء توقفت كليتاه والرئته عن العمل، وهو الآن يصارع الموت. وهذا دليل آخر بحسب نشطاء عراقيين كتبوا في فيسبوك، قالوا إن هذا دليل آخر على الإهمال الطبي وعدم توفر العلاج اللازم لمثل هذه الحالات الطارئة.